لاول مره طبعا بعد تاجيل ماتش المقاولين زي ما قلنا وماتش انبي. الاهلي عنده فتره كويسه جدا يحضر نفسه للماتش قبل النهائي مع الترجي. ازاي من وجهه نظر حضرتك نستغل الفتره دي لاستغلال الامثل؟ اتكلم على مستوى الفريق والجهاز الاول قبل ما اتكلم على اللعيبه. هو طبعا ماتش انبي اتاجل مش عشان عيون النادي الاهلي. انا فاهم طبعا. عشان في اربع لاعبين. ايوه. ده طبقا للائحه. تم استدعائهم للمنتخبات. زي ما اتعمل. او ثلاثه بواليا هو اكتر من اثنين لعيبه من ما يعني. احنا رايح من عندنا اربعه. اللي اعرفهم بواليا و وديانج. بواليا وديانجو وعلي معلول. وبدر. بدر لا ما راحش. لا بدر راح المنتخب المحلي. طيب. يعني هم بياكدوا لي انه ما راحش منتخب محلي. انا قريت ان المنتخب المحلي في المغرب طلبوه. الله اعلم يمكن اعتذر او حاجه. يمكن. فعموما طبعا اللائحه. فهو بعد الصن داونز اللي كان نهائي مبكر الاهلي مع صن داونز كان نهائي مبكر. متفق معاك كابتن عادل. فلما رحنا لقطر برضو كان برضو في كام يوم وكان في برضو حته الاستشفاء كانت كويسه. كفايه الرحله من جنوب افريقيا لقطر. درجة يعني حرارة صحيح. أحمد من 15 لحاجة و40 صحيح. طبعا النقلة ديت بتبقى صعبة جدا مع فريق. احنا شفنا فريق مدى العنف اللي كان اللي ما كان في موجود في المباراة. وأنا بختلف مع الإخوة إن التحكيم ما اداناش حقنا بالشكل الكامل. كان هناك حاجات بالكوع وبعدين برضو كان مكتفنا من أول مباراة إنذارين. كتف ايمن وكتف ياسر في كرات ملهاش اي داعي المقابل. فالمهم يعني ان انت الفتره اللي جايه ديت انت خدت 3 ايام بعد كان يومين. فزاد بكره ان شاء الله اللعيبه هتبدا تمرين. انا متفائل جدا ان في عناصر ممكن جدا تلحق ماتش الترجي. تمام. محمود متولي اعتقد ممكن هيدخل. اسمعوا بقى كابتن عادل هيكلمكم. يعني في بعض اللعيبه اللي كانت غايبه من الفتره اللي فاتت وقلت لحضراتكم الحمد لله اللي شفناه منهم في الملعب يمكن علي معلول وحمدي فتحي. او علي الحقيقه قدم يعني مستوى اكتر من رائع. لكن كابتن عادل الحقيقه كمان ودي رساله مهمه جدا لنجومنا طبعا في النادي الاهلي عشان زي ما قلت الجهاز الفني بيشتغل وبيستعد وكمان كل لاعب بينه وبين نفسه عليه ان هو يكون في اعلى مستوى من الجاهزيه. في حمدي فتحي. واللي انا بقول لك عليه ده دي عناصر خبرات دوليه تقيله. تمام. مش ناشئ لسه طالع او واحد لسه بيثبت وجوده. تمام. على راسهم كلهم وليد سليمان. وليد سليمان قصته مع الترجي ومع ماتشات اللي في تونس قصه تانية. طبعا. وخبراته سواء داخل الملعب وخارج الملعب اعتقد ان هيبقى ليه دور في ماتش تونس في الترجي ان شاء الله في رادس. وليد سليمان جوه الملعب ولا بره الملعب ولا الاثنين؟ الاثنين جوه الملعب وبره الملعب. ايوه مستني يعني من وليد دور او مستني انه الجهاز يشارك؟ الجهاز يعرف اكتر مني ان وليد سليمان ورقه رابحه جدا. الشوط الثاني بالذات هتبقى من الاوراق اللي بتضيف معنويات وبتضيف فنيات وبتضيف اهداف. فوليد سليمان هيبقى من العناصر اللي ممكن جدا موسيماني بيقف عليها. اكرم توفيق ده عنصر من العناصر القوية جدا. إذا هاني مش موجود أكرم توفيق هيبقى في الحتة دي هيبقى مؤثر جدا في الناحية الدفاعية والناحية الهجومية اللي هم بيتميزوا بيها ناحية الشمال بتاعتهم اللي هي اليمين بتاعتهم.